هذه الحادثة غريبة على أبناء تعز. هذه الحادثة أحدثت صدمة داخل المدينة. أناس يعملون في مساعدة الناس سواء في الجانب الطبي أو في الجانب الإغاثي في السلل الغذائية، الناس كلهم ممتنون لهذه المساعدات، ولكن يأتي لمن ينفذ أجندة دخيلة على أبناء تعز بهذا الوقت بالذات. يقول للرأي العام بأن تعز مدينة تحت سلطة الإرهاب، وأنه لا داعي للمواد الإغاثية، ولا داعي لوجود صليب أحمر، ولا داعي لأي عمليات إنسانية في هذه المدينة. هذا هو الهدف من عملية الاغتيال. طبعا هذه كارثة حقيقية على تعز، استهدفوا تعز وناس تعز بالذات واستقرار تعز. وهذه خطة بدأت منذ وقت مبكر حيث الاغتيالات، لكنهم عندما رأوا تصميم تعز على تجاوز هذه المحن أرادوا أن يعطوا هذه الرسالة المؤلمة والتي لها أبعاد إقليمية ودولية. الجريمة اللي حصلت اليوم لأحد فريق الصليب الأحمر فهي جريمة جسيمة وجريمة ضد حقوق الإنسان، ضد القانون الدولي الإنساني. فهذا يمارسها الناس الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار وزعزعة الأمن في داخل مدينة تعز. واضح أنه هؤلاء يستهدفون محافظة تعز، لأنه المنظمات الدولية يفترض أنها تعمل مع الشرعية، تنسق مع الشرعية، وبالتالي بواسطة الشرعية يعني تنطلق لكل محافظات اليمن. فعندما حصل تحرك نحو نقد المنظمات الدولية بسبب عدم تواجدها في المناطق المحررة التابعة للشرعية، يتم استهداف أحد العاملين في يعني المنظمات الدولية. أولا هذه الجريمة المركبة مدانة بكل المقاييس باعتبارها تستهدف إنسان جاء لخدمة الإنسانية، والأمر الآخر أنها تستهدف إنسانية تعز باعتبار أن تعز محاصرة منذ 3 سنوات، وأن هذه المنظمات تكشف مثل هذه الأمور، ومن يقف وراء مثل هذه القضايا يريد أن يطمس هذه الحقيقة ويغيبها عن أنظار الناس. عملية الاغتيالات هذه يعني رسائل لأنه هناك انفلات أمني داخل المحافظة، وأنه لا يمكن السيطرة عليه حتى لأهداف مطروحة لينفذوا أجندات خاصة لمشاريع داخلية وخارجية لفرض نوع من الحصار على المدينة، وأن المدينة ما زالت يعني تعيش في حالة فوضى بغض النظر عن الشخص المستهدف. قد يكون شخص مستهدف يعني ليس له علاقة بأي حاجة، قد يكون شخص عادي يعني، إنما رسائلهم واضحة. عملية اغتيال أو قتل أحد أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو استهداف العاملين في المجال الإنساني ككل هي عملية لأول مرة تتم في مدينة تعز، وعملية دخيلة على مدينة تعز ينفذها أشخاص بالتأكيد هم دخلاء على هذه المدينة التي لم يحصل أن تم استهداف عاملين في المجال الإنساني في داخل المدينة، ولديهم رسالة يريدون أن يوصلوها أن تعز يعني تقوم باستهداف هذه المنظمات والجهات العاملة في المجال الإنساني، وهذا غير صحيح. هم يريدون أن تنسحب هذه الجهات من مدينة تعز، هذه الجهات تعمل على مساعدة الناس ويعني التخفيف من معاناة السكان داخل المدينة، وانسحابها يعني كارثة من داخل المدينة.